في التعاون العسكري وفي إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري الروسي، استقبل سيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي السيد شوغايف ديمتري إيفكو إينيفيتش مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا، ذلك بحضور ضباط وألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وسعادة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر. هذا وقد سمح هذا اللقاء للطرفين بالتطرق لحالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه ليشمل مجالات الاهتمام المشتركة.